اليوم جمعه ودائما احنا متعودين ان الجمعه لازم يكون قداك دسم، فانا اليوم اختاريت اتغدى يم مطعم مندي حضرموت لان كلش اني احبه. شوفوا لهاي عندك الصاله الاولى، تعالوا خلينا نشوف انا وياكم الصاله الثانيه. شوف لي جمال الصاله الثانيه، احلى شيء بها هي بها القعدات العربيه وبها قعدات على الطاوله. بصراحه انا بعد ما اتحمل كلش جعت. لك عمي واخيرا نزلت لنا الطلبيه اللي احنا طلبناها، خلينا نشيل الخبزه ام السمسم ونشوف الجمال هنا. أنا الضلع يا احلى ضلع بالدنيا. بس هنا أنا شنو موجود بداخل هذا السليفون؟ اكيد موجود العشق. شوف 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 الحنيث الدجاج، يا الله شوف التتبيله، شوف كله ذايب. شوف 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 متفسخ. الله 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 الله. شوف 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 احلى شيء التتبيله مالته والريحه مالته. بسم الله. ارجع وراها على اللبن. بصراحه الدجاج صاير بيه تتبيله كلش منطيته نكهه طيبه، واحلى شيء بيه متفسخ بالكامل. ناخذ من التتبيله، قول بسم الله. وهسه اكيد احنا اجينا على الضلع اللحم. شوف 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 ليه. شوف 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 ينحسب. باع 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 باع. وينك وهي الجمال؟ شوف 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 شوف. الله 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 الله. بسم الله. احلى شيء بالمندي هو يجي وياه عده انواع من المرق من مطعم مندي حضرموت والمقبلات، خاصه الصوص الخاص بهم اللي يكون سبايسي. خلينا ناخذ لحم شويه شحم وخليه نقول بسم الله. اكثر شغله انا اعشقها هي الليمون الحامض. بسم الله. وهسه اجى وقت الشاي، واول شيء راح نصب الشكر. احلى صوت. هسه خلينا نقول بسم الله. وهسه تعالوا وياي وخلينا نعطيكم عنوان مطعم مندي حضرموت بالضبط وين صاير، وانطيكم الارقام للطلب والتوصيل. يلا عنوان مطعم مندي حضرموت ابد ميتي، هو اكيد انصحكم تجون وتزورونه، واذا اردتم من عندهم خدمه توصيل تقدرون تتواصلون وياهم على هاي الارقام. العنوان مالته محافظه كركوك عندك هنا سايدين شارع المحافظه مقابل فندق بلازا، مطعم مندي حضرموت.